السلام عليكم. أكدت وكالة فارس الإيرانية أن طهران ستتجاوز قريبا الحد المسموح به من اليورانيوم وفق الاتفاق النووي بعد عدم تلبية نتائج اجتماع فيينا لمطالب طهران. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن قرار إيران تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب جاء بعد فشل باقي الموقعين على الاتفاق النووي في تلبية مطالب إيران الخاصة بحماية نفسها من العقوبات الأمريكية. وأكد المبعوث إيران لاجتماع فيينا قال يوم الجمعة إن البلدان الأوروبية لم يكن في جعبتها الكثير لتقديمه في المحادثة التي كانت تهدف إلى إقناع طهران بالتراجع عن نيتها في تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب. وختم المصدر بالقول إن في حالة تلبية أوروبا لمطالب إيران ضمن الاتفاق النووي في المجال البنكي والنفطي فإن إيران مستعدة لإعادة النظر في إجراءاتها تقليص الالتزامات التي جاءت في إطار المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو وشكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.